اكتب عليه شباب، اني مهاجم شلون اضغط المدافع في حالة الهجمة المرتدة والكرة ابتعدت عني، اسرع بالاسبقية لمن؟ للمدافع. المدافع يريد يندار، يندار على الخارج او يندار على اليمين على الداخل، اني اتحكم به اذا راح على الخارج واذا راح على الداخل. تعال سواريز، شوفوا انتبهوا، شوف القرار كاظم اول شيء اخذ اللاعب خليه يروح على الخارج، والنوب اخذه خليه يروح وين؟ على الداخل. اوكي روح سواريز، هذا النموذج الاول. ارجع راح اسالكم، ارجع خليه يروح على الداخل، روح ستوب تعال. هسه شفت همنا شباب، شفت همنا هسه احنا، اني من اضغط اذا ضغطت من الداخل واللاعب راح للخارج، اني بعدت في اللاعب المدافع عن الخطر. ليش؟ المدافع طلع الكرة، الاحتمال اذا راح على الداخل يقطعها المهاجم، فانت اذا تريد تضغط اضغط من الخارج خليه يروح وين؟ روح على الداخل. ليش؟ لان يجوز اكو لاعبين الك جماعتك راح ينصدم بيهم ياخذونها من عندك، واحتمال هو يعثر بيها، واحتمال انت تاخذها بس مجرد طخها من عنده تاخذها من عنده. فدائما الضغط من الخارج للداخل، وليس من الداخل تطلع على الخارج. فدائما من تريد تضغط اضغط فيك، ما اريد اي مهاجم يضغط لين للداخل، تضغط من الخارج حتى يدخل وين؟ يدخل بالجزاء. انا اريد الخطوره اكثر، انا ما اريدك انت كمهاجم تطلع المدافع وتطلع الكره من الخطر. فدائما خلي الخطوره، اذا هنا 60 راح تسوي شو تسوي؟ تسوي 80، بس انت اذا خرجت من هنا، اذا كان انا 70 خرجت وين؟ صار 50 هنا. اوكي شباب؟ واضحه الفكره؟ سهله وبسيطه، ثبتها بعقلك واحفظها وركز زين.